سبحان الله منتخب البرتغال ده تركيبه عجيبه وغريبه جدا، من ايام روي كوشتا وفيجو وهم كانوا ما بياخدوش اي حاجه خالص، وكان بيبقى جيل خرافي بيطلعوا فاضيين زيهم زي انجلترا، جيراردو وروني وبيكهام برضه كانوا بيطلعوا فاضيين، انما البرتغال لما ما كانش عندها حد غير كريستيانو وناني وبيبي خدوا اليورو. المره دي بقى مفترض ان في مجموعه سهله، هنصعد بقى كاس عالم بسهوله. لا مش هنوصل كاس عالم بسهوله، احنا بنتغلب من صربيا اخر دقيقه وفي لشبونه يعني في ملعبنا بنتغلب من صربيا، وبجانب ان احنا كنا جايبين جون في اول دقيقتين وبنرجع ندافع. لا ده احنا نرفع لكم مود العيش فشخ والله، اللي هو يا جماعه حرام عليكم اللي انتوا بتعملوه في كريستيانو ده، مش كفايه عليه سولتشاير؟ يعني سولتشاير في مانشستر يونايتد وفرناندو سانتوس هنا في البرتغال، يعني الراجل كان زهقان امبارح من فرناندو سانتوس، اللي هو اعمل ايه طيب؟ يعني كل حاجه بتحصل مع المنتخب البرتغالي بيلبسها كريستيانو، زي ميسي. ميسي لو اي حاجه بتحصل مع الارجنتين يقول لك متخاذل يا بيه، انما ميسي لما يوصل في كاس عالم مع الارجنتين يقول لك ايه والله المنتخب الارجنتيني فيه عناصر كويسه. يعني دايما الناس بتظلم كريستيانو وبتظلم ميسي، فاتمنى ان انا ما اشوفش كاس عالم في قطر 2022 من غير كريستيانو رونالدو، لان ده اخر كاس عالم لكريستيانو وميسي. اتمنى ان الناس دي الكره تديها حقها والكره تكون عادله معاها، الكره هتكون ظالمه جدا 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 لو كريستيانو رونالدو ما وصلش كاس عالم اخير مع البرتغال في قطر 2022، بجانب ان المنتخب ده مفترض يكون من المرشحين ياخد كاس عالم، مش من المفترض ان هو يتعرقل في الملحق، بس هي دي الكوره وهي ده المدربين اللي كريستيانو رونالدو بيلبسهم في اخر مسيرته الرياضيه. اخر مسيرتك تبقى معاك فرناندو سانتوس وايه سولتشاير؟ لا الكره بتعاقبك بجد على كل اللي انت عملته معاها وكل الاجتهادات اللي انت اجتهدت واشتغلت على نفسك، الكره تيجي في الاخر تعاقبك وتقول لك البس فرناندو سانتوس والبس سولتشاير. كان الله في العون والله، والله كان الله في العون يا دون والله. لو عجبك الفيديو اعمل لايك، لو ما عجبكش فعادي اعتبر ان انت بتتفرج على فرناندو سانتوس مع المنتخب البرتغالي.